في بعد آخر كلمة لمحمد أيوب رئيس جمعية محلول. يعطيكم العافية. بعتذر، في ناس راحوا على الحرش لأنه كانت الدعوة أول شيء بالحرش واضطرينا نغير للطقس يعني، فسوري على شوية فوضى مع فوضى الكورونا والسياسيين خايفين يجوا كمان، فكلها على بعضها يعني. بس بدي أقول شغلة، خايفين لا خايفين الكورونا ومن العالم اثنين سوا يعني. ف أهم من الكورونا صحيح. أنا بس بدي أقول إنه بموضوع حرش بيروت، حلو بحرش بيروت سنتي يا زميلتي حكيت عن الشق التقني، بس الحلو بحرش يعني مش الحلو يعني قصة حرش بيروت إذا بدكم تختصر الوضع السياسي اللي نحن عايشين فيه الاجتماعي وكل شيء. يعني بهيدا الحرش بتشوفوا التدخل الدولي، فرنسا مصر موجود، حكي حضرة النقيب عن كيف الديزاين صار المستشفى المصري كلنا بنعرف، بتشوفوا الناس اللي عندها سلطة وكيف بتسيء استخدام السلطة، من أمن قوى أمنية لأحزاب سياسية ولا رجال دين، هو دايما ما حدا بيحكي عنهم، مؤسسات الدينية المحتلة الحرش وما حدا بيحكي عنهم، لانه هن دائما في تعرفوا في فيزبل باور اللي بنسب له وفي الانفيزبل باور اللي ما حدا بيحكي عنه، في الحي والميت كله بقلب حرش بيروت. ف حرش بيروت بيشوف كمان مثل ما ملاحظين التمييز العنصري بين الغني والفقير، بين السوري واللبناني الى اخره، كل التمييزات اللي بتشوفوها كمان بحرش بيروت، الاهمال الموجود الى اخره. كرمال هيك هي لقلنا قضية منا هيك بس قضية حرش، هي قضية بتختصر أزمة بلد نحن هلأ عايشين فيه. نحن الهدف الأول كان طبعا، نحن أول ما بلشت كان في كتير جمعيات بيئية، كان موضوع المساحات العامة هو موجود أكتر بالجامعات أو عند الاختصاصيين، فحبينا نكون أول الجمعيات اللي بلش تحكي بالمدينة وبتنظيم المدينة، ومن هون اخترنا موضوع الشط من 2010 مثل ما بتعرفوا، موضوع الحرش، وبلشنا بالحرش. طبعا بوقتك الوقت كان يقولوا مستحيل، يعني كنا حتى الناشطين مستحيل يفتح هيدا تابو، بدك تجيب مسيح ومسلم يفوتوا مع بعض، بعدين صارت سني وشيعي، مستحيل، عم تحلموا الى اخره. لقلنا من هداك الوقت لليوم صار في كتير نجاحات. اول شيء موضوع المساحات العامة بطل بس نسمعه بالجامعة، اصلا اسهل شيء يعملوا جوجل سيرش قبل 2010 وبعد 2010 وشوفوا كيف زادت، يعني بتعرفوا بجوجل فيك تحدد الوقت، شوفوا كيف زادت المقالات والpublic intervention خلينا نقولها والتدخلات العامة بموضوع المساحات العامة. ها أول موضوع لقلنا أنه هيدا صار على الأجندة وانعكزت حتى بالحملات السياسية البلدية بعدين. تاني موضوع أنه حرش بيروت لجيلنا نحن ما بنعرفه كنا، يعني الجيل اللي نحنا ومعظم اللي ببيروت ما بيعرفوه، لأنه الأصل اللي كانوا عايشين ببيروت أيام الحرش أصلاً فلوا بالأقل، فما كان معروف الحرش، اليوم كل الناس بتعرفه وبتعرف أنه أهم أنه حق لإله، لدرجة حتى نحنا لما اشتغلنا لنفتح الحرش كنا على أساس المثلث اللي كل الناس بتفكره اللي هو الطيونة شتيلة البربير، فكنا مفكرين هذا، بعدين اكتشفنا لا هو مش هيك، نتيجة طبعا تطور الخبرة والشغل وبحبشة أكتر من فات لقينا اف هو على الأقل ملك البلدية 1,200,000 متر مربع، فها كله ما كنا نعرفه، فازدادت الخبرة زادت المعرفة، هذا لقلنا كمان نجاح. والنجاح الزايد رجعنا انه فتح الحرش، كسرنا التابو، كان ليوم واحد 2015 رجع صار ليومين 2016 رجع فتح بال 2016 بدوام جزئي، من جمعتين تعرفوا صار حرش بيروت مفتوح طول الوقت. كمان اخذنا محافظ بيروت اخذ هذا القرار طبعا بعد نقاشات وفتح الحرش، واليوم في نقاشات ومحافظ ايضا متعاون، واتفقنا انه نزيد الشبك اللي بيفصل بين الحرش ومفترض قريبا جدا، بالاضافه طبعا لازاله بعض التعديات خصوصا القهاوي الغير شرعيه، هيدا الاتفاق ونحن رايحين ان شاء الله لتنفيذه، وعم يعني في خطوات صارت ملموسه صارت وهلا رايحين للاخر. فلقلنا هيدا شيء كثير مهم، ليه عم بذكر هون نجاحات؟ مش لاقول والله عم ننجح، لاقول انه لا نحن لقلنا التغيير هو ممكن وهو حيصير
وهو حتمي، بس لنغير نحن بحاجة لرؤية، وهي هدف المسابقة أولا، ونحن بحاجة لناس تصمم وتكمل، ما فينا نغير بلحظة. يعني الأشياء معقدة من خبرتنا ومن خلال شغلنا أكتر ما نتخيل، واللي نفكر أنه قادر يغير بلحظة هذه مستحيلة. التغيير بده شوي شوي، وبده الوقت المناسب والظروف المناسبة، ونحن مهم يكون عندنا لنقدر نستفيد من الظروف بده يكون عندنا رؤية، وإلا ما إذا ما عندنا رؤية ما فينا نستفيد من أي شيء. نحن اليوم هدف المتسابقين أنه من خلال الناس، من خلال الاختصاصيين أيضا، نقدر نأمن هذه الرؤية اللي نحن كجمعية نحن أيضا حنبنيها، وحنبلش نشتغل مع المعنيين سلبا أو إيجابا حسب، لا نقدر نحقق هذا الشيء. هذه الرؤية هي اللي بدها هي تقودنا، وهذه مفترض رؤية الناس. من هون أكيد أنا بحب أشكر أول شيء النقابة لرعايتها هذه المسابقة. مؤسف أنه ما إن أطلقناها، ما لحقنا حتى نروج لها لأنه بلش الثورة. رغم هيك قدم مثل ما سمعتوا 35 وبعدين 6 هلأ موجودين معنا. ما كان فينا نعمل شيء، أجلنا الديدلاين ليقدموا مش الريجستريشن قد ما ليقدموا المشاريع، بس ها هي ما قدرنا نعمل شيء، كنا متمنى تكون أفضل كان هالوضع. ولكن على كل حال بظن اللي تقدموا فيهم شيء نحن نبني عليه. فمن هون برجع بشكر النقابة، كمان فراس شكرا للرابطة لوجودها معنا ودعمنا، أيضا بشكر بلدية بيروت كمان لحضورها بالبداية، وأيضا كمان اليوم سليمان بغض النظر أنه عضو بلدية نحن أصلا متفقين بكثير من الملفات، وهلأ صار هو رئيس اللجنة ومتفقين على أنه نروح للآخر كمان بهذا الموضوع. نحن كجمعية ما عندنا شيء شخصي مع ولا أي جهة، بالعكس نحن عندنا أهدافنا وبدنا نحقق هالأهداف. إذا اشتغلنا مع بعض لقونا أحلى الناس، نشكر وعلنا ونزقف، ها هو يعني ما في أي شيء شخصي. ولما نختلف بموضوع جوهري لقلنا أكيد، وخصوصا عم نشتغل عليه أكيد نحن ما بنسكت. فمن هون نحن بالعكس، واليوم خصوصا جمعية نحن مع بلدية بيروت والمحافظ عم نجرب نتعاون لنقدر نحقق هذه الأهداف اللي من 2010 بعدها هي ذاتها وما تغيرت، بالعكس كبرت وتوسعت. نحن مأمنين هيدي بس. فالشغلة الثانية بدي أشكر زميلتي سينتيا، لأن كل هالملف اللي اشتغلته عليه حسم الله عليه حضرته كلياته سوا وصار عنا إياه. كمان شكرا لإلك، عم حاول ما أنسى حدا. مين بعد بدنا نشكر؟ إيه بدنا نشكر بيروتيات كمان، ما راحوا على حرش بيروت هلا على الطريق، نرجع ما نشوفه نرجع نشكرهم. كمان شكرا للدعم كله، شكرا لبوميد احد الداعمين الماليين للمشاريع ايضا. بشكر فريق عمل نحن اللي هلا الكوردينيتور اللي كلكم تابعتوا معه، فهو بيعرف اكثر مني صار شو عم بيصير، وايضا كل فريق العمل الموجود. لقلنا صار عندنا هلا رؤيه، هذه الرؤيه صارت حلمنا، ونحن مثل ما حققنا بنوعدكم هي مساله سنين، اي تغيير بده وقت، وهيدي الرؤية حنشوفها، وحيرجع حرش بيروت للناس وحيرجع للمدينة. حرش بيروت لكل الناس، وشكرا لكم.